في الأخبار الاقتصادية، اتفق السودان وتركيا على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خلال الفترة المقبلة. وبحث وكيل وزارة الخارجية عمر دهب مع سفير تركيا بالخرطوم عرفان ذير أوغلو العلاقات الثنائية. كما ناقش الاجتماع مستوى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تطرق إلى المجالات التعاون بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران. من جانبه أشاد وكيل الخارجية بمستوى العلاقات مع تركيا مؤكدا حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات مما يخدم مصالح البلدين. خلص اجتماع موسع بحضور عدد من المسؤولين حول حصص الدقيق والوقود ترأسه والي الخرطوم أحمد عبدون إلى أن الخلل الناجم عن سوء التوزيع أدى لبروز ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود. وناقش اللقاء حزمة من الإجراءات المتعلقة بإحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود ومراجعة أداء اللجان المختصة بتوزيع الدقيق على المحليات والمحاسبة اللازمة للمخالفات المتعلقة بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم ومحاولة تهريبه. وقدم أعضاء الاجتماع العديد من المقترحات الرامية للحد من التهريب. ووجه الوالي بضرورة إشراك القوات النظامية المخصصة لذلك في عمليات ضبط توزيع الدقيق والوقود في الخرطوم، كما وجه اللجان المكلفة بتقديم إحصاء واضح ودقيق للمخابز العاملة في كل المحليات والشركات التي توفر لها الدقيق. شرعت ولاية غرب كردفان في زراعة 8 ملايين فدان من جملة المساحات المزروعة هذا العام بمحصولات الصادر المتمثلة في الفول السوداني والسمسم والكركديه والذرة وحب البطيخ. وقال والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله عقب لقائه بمدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات الذي يزور الولاية حاليا إن خريف هذا العام يبشر بأمطار وفيرة وموسم زراعي ناجح. كما أشار إلى أن اللقاء أمن على الدعم الاتحادي للولاية في مجال وقاية النباتات بتوفير وسائل الحركة وطائرات الرش، إضافة إلى تدريب كوادر الوقاية في مجال الرش بالمبيدات ومكافحة الجراد الصحراوي. ولاية غرب كردفان من الولايات الزراعية المنتجة الواعدة، المساحات الزراعية المستهدفة يمكن أكثر من 8 مليون فدان. نسبة لشح الإمكانات وبعض الإهمال في الفترات السابقة لم نتمكن من الاستفادة من هذه المساحات. الزيارة أمنت على الدعم الاتحادي في مجال وقاية النباتات من مبيدات للرش وعربات للرش وطائرات. أيضا تم نقاش موضوع تدريب الكوادر في مجال رش المبيدات والتدريب الداخلي والتدريب الخارجي. وفي ذات السياق قال مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات التوم محمد عباس إن زيارته للولاية تجيء في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد والتحوطات اللازمة للسيطرة على الآفات الزراعية المتوقعة. نحن دورنا في وقاية النباتات حماية هذه المحاصيل من الآفات. الآفات المتوقعة طبعا الجراد ودودة الحشد وبعدين بقر البطيخ والقبور. فالحمد لله موقف المبيدات هنا مطمن. نحن هنرسل لهم طيارة هتكون بصورة مستمرة هنا، بعد ذلك دعم مبيدات الطير برشاشات، فالدعم إن شاء الله هيستمر لهم ونحن نعدهم مبيدات كلها كافية للموسم. بنزين الطيارات برضو عندهم كافي. تواجه مشروعات المياه الممولة بقروض إيرانية في ولاية نهر النيل تعثرا في التنفيذ، حيث لا يزال العمل تعترضه العديد من العقبات في محطتي مياه محليتي شندي المتمة وأبو حمد، واللتين يجري تنفيذهما بتمويل إيراني يبلغ 25 مليون دولار وبطاقة إنتاجية مجملة تصل ل 70 ألف متر مكعب يوميا. وكانت وزارة البنى التحتية بنهر النيل كشفت على لسان مديرها العام سمير سعيد عن تحركات سيقودها والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين لتجاوز مشكلة التمويل، وألمح أن المعالجات ربما ستتجه للبحث عن مصادر تمويل بديلة أو حلحلة عقبات تعثر التمويل الحالي. وضعت حلول كثيرة لمواضيع المياه، والأخ الوالي وعد بمعالجة كل المشاكل الموجودة الآن في المياه. يمكن المشكلة الكبيرة هي مشكلة المحطة الإيرانية، والآن نحن بصدد إيجاد تمويل لتكملتها والتي ستحل لنا مشكلة كل المياه في محلية أبو حمد إن شاء الله.
إن شاء الله يعني حسب الوعود ويمكن بهمة الأخ الوالي الناس جارية أو عاملة في حل كل المشاكل للضروريات إن شاء الله.